مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس عن انخفاض عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا بنحو 23.4% في الأسبوع الماضي، وذلك عقب الإعلان عن تعليق العمل بقانون التطعيم الإجباري في البلاد. وأوضحت الوزارة أن أرقام التطعيمات الجديدة في النمسا مزعجة، حيث وصلت في بعض القرى والبلاد إلى الصفر، مشيرة إلى تسجيل 52 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وأشار البيان إلى أن كل فرد من 20 نمساويا مصابا الآن بفيروس كورونا وفي حالة نشطة، كما بلغ متوسط حالات الإصابة في 7 أيام 3494.7 حالة لكل 100,000 نسمة. أعلن وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ توفير 5 اختبارات سريعة لفيروس كورونا مجانية لكل شخص شهريا، وذلك من 9 أبريل المقبل حتى نهاية شهر يونيو لجميع أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات وأكثر ويملك تأمين صحي. وهنا تتلقى الصيدليات رسوما ثابتة قدرها 10 يورو لكل عبوة للمعالجة. وفيما يخص توفير 5 اختبارات مجانية PCR، قال وزير الصحة أنه سيتم الإعلان عنه في اليوم السابق وسيتم تنفيذه بموجب مرسوم. أعلنت هيئة الإحصاء النمساوية اليوم الخميس أن التضخم قد وصل إلى أعلى مستوى له في فبراير منذ أغسطس عام 1984 عند 5.9% عندما كان 6%، ومحركات الأسعار القوية هي استمرار لارتفاع أسعار الوقود والطاقة المنزلية، حيث ارتفع الديزل بنحو 1/3 على أساس سنوي، والبنزين بأكثر من 1/4، والغاز بأكثر من 70%، والكهرباء بأكثر من 1/5، وأصبح زيت التدفئة بنسبة 50%. ووفقاً للهيئة، لولا ارتفاع الأسعار في هذا المجال لكان معدل التضخم 3.8%، هذا بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على النقل والإسكان، كما أصبحت المواد الغذائية والمشروبات أكثر تكلفة، إضافة للفنادق والمطاعم والترفيه والثقافة. اكتشف سائق حفارة في سالسبورغ خزنة مليئة بالمجوهرات والساعات والمفاتيح في منتصف فبراير أثناء عمليات حفر خاصة للحماية من الفيضانات في نهر زالتساخ. ووفقا للشرطة فإن قيمة محتويات الخزنة منخفضة للغاية ولا تتطابق مع أي من عمليات السطو التي أبلغ عنها، ولا يمكن تحديد المدة التي قضتها الخزنة تحت الأرض، كما أنه غير واضح ما إذا كانت الخزنة قد جاءت من فندق أم منزل خاص. وعلى الرغم من هذا الاكتشاف، تحذر شركة سالسبورغ آجي من عمليات البحث عن الكنوز غير المصرح بها على ضفاف النهر، حيث أن بعض أكوام الحصى رخوة للغاية، وهذا يشكل خطرا شديدا على الحياة. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة، وإلى اللقاء.